نشوف كده مشهد من الكتيبة 101، وهو من المشاهد الجميلة الحقيقة، المشهد اللي في النفق وانت عايز طلب من الدكتور. يعني طبعا مشهد الحقيقة من المشاهد اللي لفتت انتباهي وانتباه ناس كتير جدا لوقت عرض المسلسل في رمضان. تعالوا نشوف المقطع ده ونرجع نشوف الذكريات بتاع تصويره مع الأستاذ وليد. يا هلا بالبطل، استنيتك من ساعة ما جاني الخبر بس انت تأخرت علي. معلش، ما هو كان في واجب لازم اعمله، جنازة وعزاء الحين يا دكتور صرت منها، وانا ودي اياك تكون في القيادة، عشان كذي لازم تمر بالترتيبات كلها. يعني ايه؟ يعني تعال هات يدك. شكرا. يعني يا دكتور اللي بنضم لينا ما بيبدأ العمل والجهاد على طول، لازم يمر فترة إعداد. فترة إعداد زي لعبة الكورة كذي. الوقت هذا يا دكتور في وقت للعلم الشرعي والفقه، ووقت الحمل سلاح، ووقت للأمن والاتصال والتواصل الآمن. لا 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 لا، أنا آسف، أنا آسف، أنا ما اتفقتش على كده أبو أسامة. يا دكتور أنا عارف إنك مهم، بس أنت مكانتك هتصير كبيرة. أنت سويت اللي ما في حدا منا قدر يسويه، ذبحت الشيخ موسي. هذا شيخ مش قليل، وما في حدا يقدر يشكك في انتمائك. وزي ما قلت لك ودي إياك تكون في القيادة، فلازم تمر بالترتيبات كلها. كل ما عليك روح المضيفة وأنا هلخص كل شيء. أنت هتكون في القيادة من فوق، وأنا ودي إنك تبايع الأميرة بدعاء بذات نفسه، وأنا وعدك بهذا. موافق. واسمح لي هختار لك كينيا جديدة، كينيا ما في حدا في سينا ما يعرفك بيها. هتسموني ابو ايه بقى؟ هتصير مختلف، هتصير حكيم. هتصير حكيم. حكيم حكيم حكيم. قل لي حكيم، متى أقدر أعيش حياتي طبيعي؟ وقت إيش؟ عادي عادي، في أي وقت إن شاء الله، من دلوقتي يعني، بس طبعاً من غير المجهود الكبير يعني. يعني افرض يعني أي نوع من التعب، يعني افرض يعني مثلاً إني يا حكيم، فاهم أنت أي نوع من التعب يعني؟ عايز تسأل على إيه بالضبط؟ يا حكيم بقول إنك فطن ذكي لماح. تعب يا حكيم، التعب اللي يريح النفس. ايوه. بس ده مجهود مش قليل يعني. لا يعني اعتقد اسبوع مثلا تقدر اسبوع وتقدر تعمل مجهود اللي انت عايز تعمله. لله الأمر من قبل ومن بعد. سبوع. حكيم. مشهد أكيد من أصعب المشاهد، مشهد حوالي 2.5 دقيقة تقريبا يعني. هو المفروض انه المشهد ده وان شوت، يعني انت بتبدا من زي ما حضرتك كده نازله بتاعت النفق، بتنزل من اول ما بتنزل من النفق بتقول الكلام لحد ما بتوصل جوه. وانا من خلال برنامج بقول حاجه الاول مره هقولها، انه المايك في المشهد يعني في التيك ده وقع. كان المفروض الاستاذ محمد سلامه قال لنا احنا نكمل في بقعه نور معينه مثلا، فوقع. تمام. لاحظ ان انت بتبقى وانت بتمثل انت
غير ان انت عندك بقى اللكنه الصعبه، انت في عندك بقى الاستدي كام والناس اللي شايله الكاميرات على كتافها والناس اصلا ممكن تبقى تعبانه وانت عايز تراعي كل ده. مظبوط. واحنا عشان كان تمثيلنا في التيك ده كان حلو قوي، الاستاذ محمد سلامه ساعتها استخسر قال لك خلاص يعني خلاص وقفوا في الحته دي، وهي ماشيه كمان مع ان في نفق ومخبي صوت وواطي صوتك بالزبط. فمشيت كلها بالزبط. بس كان مشهد من المشاهد الصعبه في التمثيل، كان لازم تاخد كله وان شوت على طول الحوار كله بالظبط بلا توقف بلا توقف. طب اصعب مشهد تقريبا انت عملته في الكتابه 101 كان ايه؟ والله الحقيقه استاذ عمرو انه كل المشاهد اللي انا عملتها تعتبر صعبه، لكن اصعب مشهد بالنسبه لي كان في رمضان. انا كنت صايم، بنصور مثلا الساعه 12 الظهر، الجو كان حر جدا جدا جدا، في اقتحام الشيخ زويد، فكان الكاوتشات بقى مولعه، دخان اسود خانق للصدر، مطارده، المفروض انه زميلي وصديقي النجم عمرو يوسف يعني المفروض ان هو بيضرب عليا بالنار وانا برده برد برده بالنار وبجري، فكان جو كده خانق شويه يعني. ايوه كان صعب. ده بالنسبه لي كان صعب شويه. كمان المشهد بتاع التخطيط وانت بتخططوا لاقتحام كمين الجوره. وانت طيب احكي لي، وانت لما يعني انت عارف الاحداث دي واحنا عشناها مع بعض وشفنا الكلام ده، وانت بتأدي الدور ده انفعالاتك كانت عامله ازاي وانت بتخطط لعمليه ارهابيه شديده الدمويه والعنف زي اقتحام كمين الجوره؟ كانت المشاعر جواك عامله ازاي؟ ده سؤال جميل جدا. شوف انا في الاساس كوليد فواز اللي قاعد قدامك دلوقتي شخص اكيد ايديولوجيا وافكارا ومبادئ النقيض او الحته اللي بعيده جدا عن هذا الشخص أكيد. اللي اسمه ابو اسامه المصري. لكن انا كممثل لما باجي اتفرج كده على ابو اسامه ده، ما انا بشوف افكاره وايديولوجياته اللي مش بالضروره اكون مقتنع بيها، لكن انا لازم كممثل اكون انا المرايه بتاعته عشان يعيش احساسه الطبيعي اللي هو كان حاسه بالظبط التوقيت ده بالظبط، وده يظهر على الشاشه منك بالظبط كده، احول افكاره اللي انا معترض عليها كوليد. لكن لو انا خدت موقف الرفض في التمثيل يبقى انا كده عندي طبعا مشكله. طبعا طبعا. فانا كنت بشوف الراجل ده بتخيله، انا ببقى عامل زي الرسام كده، الممثل لو بفرضيه انه ممثل حقيقي يعني بيكون رسام، بتقعد ترسم كده ابو اسامه ده هيتكلم بالطريقه الفلانيه، ابو اسامه ده خلفيته كذا، طب هو برجماتي لحد فين، طب هو اصلا ليه بيكره الجيش، طب هو ليه عايز يهاجم الكمين ده، عايز يوصل لايه، وهكذا. بالظبط بالظبط. طيب نشوف المشهد ده من تخطيط ابو اسامه لاقتحام كمين الجوره، برضه من المشاهد اللي كانت الحقيقه قويه، وبنشكر الحقيقه كل القائمين على طبعًا. العمل بالمناسبه على الجهد الكبير اللي قاموا بيه. طبعا. أبو دعاء بيسلم عليك يا أبو هاجر، وبيقول لك إن الكلام اللي بنقال عليك ما له ثمن عنده، وبيأكد عليك إنه واثق فيك ولا عن ثقة أبو دعاء والتنظيم. بس محتاجين ناخد بالنا، الفترة الجاية مش هينفع حد يغلط أي غلطة. أنا جمعت مجموعة من الرجال البوثق فيا وجهزنا سيارة مفخخة، عم نفكر نهجم على كمين الجورة لحتى نرد على كل اللي عملوا الطواغيت، وبوعدك انه نقضي على كل القوة اللي بالكمين. كمين الجورة؟ ما احنا بنهجم عليه كل يوم بقوات صغيرة، طول ما هارون هناك مش هينفع تهاجم بقوات كبيرة، رجالتك كلها هتموت. اعطيني الاذن وانا راح احرق الكمين باللي فيه، بدل ما كل اللي عم نعمله ان احنا نحاوطه بالعبوات. ويا ترى بقى انت هتكون معاهم في الهجوم ولا هسيبهم يموتوا لوحدهم هناك؟ ابو براء، ان نهينا هالموضوع، لا تتحدث فيه ثاني. ابو هاجر، من الحين ما في تخطيط فردي. احنا بنجهز لغزوة كبيرة هنرد بيها على سواهي الجيش في الشهور اللي فاتت، عشان كذي مطلوب من كل واحد فيكم يجهز أفضل رجال عنده ويعزلهم في مكان يجهزوا فيه. الغزوة هذي انتم اثنين مطلوب منكم تركيز وتفاهم. ايه الهدف؟ لسه لا تسألني الحين، هتعرف كل شيء في وقته، عشان كذي هذول الرجال ودي ينعزلهم حتى معاد التنفيذ،
عشان تكون مفاجأة.